صباح الخير. صباح النور دكتورة. طيب، بس بدي أأكد إنه اللي ما قدموا ميك اب بكرة الميك اب على الساعة يو ثينك 6، تأكدوا 6 أو 6 وربع، مش متأكدة، ناسية. بتفتحوا على الإي ليرنينج وبتتأكدوا. فقط للي ما قدموا الكويز، في ناس على فكرة ما قدموا، ما they did not contact me حتى، يعني فأنا بستغرب الإهمال من بعض الطلاب إنه بتوصل إنه لا بيقدم ميك اب، لا بيقدم كويز، ولا حتى بيبعت انه مش. يعني في ناس ابدا عايشين بعالم اخر. طيب، بدي اليوم ابلش بالهايبر ليبيديميا. و طبعا الهايبر ليبيديميا تاسيس لحتى ندخل بموضوع الاسكيميك هارت ديزيز والاكيوت كورونري سيندروم، لانه الهايبر ليبيديميا هي ميجر ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف اثيروسكليروسيس بكافه انواعه، وبالذات لما بنحكي عن الكورونري ارتري ديزيز والذبحات الصدريه والجلطات القلبيه، فكتير بهمنا نحكي عن الهايبرليبيديميا. هلا الليبيد موجوده بجسمنا بانواع مختلفه، بنسمع كثير بشيء اسمه كوليسترول، بنسمع بالال دي ال، بنسمع بالاتش دي ال، بنسمع بالترايجليسرايد. وات ار ذا ديفرنسز بتوين ذم، ومين اللي بيخوفني اكثر من الثاني؟ هلا بشكل عام، مصطلح الهايبر كوليسترينيا او الهايبرليبيديميا هو مصطلح عام بحكي لي انه في عندي اليفيشن بنوع من انواع الليبيد، ولكن ليس ضروريا انه يكون فقط الكوليسترول، ممكن يكون الترايجليسرايد، ممكن يكون نقصان في الاتش دي ال اللي هو الجود كوليسترول. فالهايبر كوليستريميا هي عندي مشكله بالليبيد. وين المشكله؟ ما بنعرف، بس موست اوف ذا تايم الهايبر كوليستريميا مرتبطه بزياده بالكوليسترول اللي موجود باللو دنسيتي بروتين اللي هو ال دي ال. ليش بيخوفنا الهايبر كوليستريميا؟ هو بحد ذاته ليس ديزيز ولا له سيمتومز، لكن هو ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف بلاك فورميشن اند كورونري ارتري ديزيز والاثير سكلروسيس بكافه انواعه، حتى البيريفيرال ارتري ديزيز. اوكي، طيب ما دام الكوليسترول هالقد سيء، ليش احنا جسمنا بيصنعه؟ هو اللي بدنا نعرفه انه الفات بانواعها المختلفه احنا بناخذها من برا، من الدياتري لايف ستايل هابت. شو بناكل؟ شو بيفوت على جسمنا؟ باكل كثير فات بيفوت كثير فات، باكل كثير كوليسترول بيفوت كوليسترول. الا الكوليسترول بالذات، يعني نميز الكوليسترول عن الترايجليسرايد، الا الكوليسترول بالذات يصنعه. ليش؟ لانه اذا انا فور اكزامبل ما قدرت لسبب من الاسباب اني اخذ كوليسترول او اكل كوليسترول، نفرض لانه صايم المريض، جسمي ما بيقدر يستغني عنه لانه هو essential component بالسيل ممبرين، بيعمل integrity للسيل ممبرين لتاع الخلايا وبيعطيها buffering action لحتى تقدر تطلع وتفوت الليبوفيليك والهيدروفوبيك molecules through the plasma membrane. برضه هو كثير مهم للبيوسينثيسيس اوف بايل اسيد اللي بتعمل ايمالسيفيكيشن للفات، وبرضه هو البريكيرسر فور ستيرويد سينثيسيس. كل هاي الاشياء اشياء اساسيه، الهرمونات اساسيه للجسم، والجسم ما بيقدر يعيش بدونها. عشان هيك الكوليسترول سينثيسايز اولسو باي ذا ليفر. عشان هيك لو الانسان ما اخذ يعني باكله كوليسترول، اتس اوكي، الليفر رح يقدر يصنع. اوكي، طيب شو الفرق بين الكوليسترول وبين الترايجليسرايد؟ هلا الترايجليسرايد هم عباره عن استريفايد فاتي اسيد. احنا بنعرف الفاتي اسيد هي عباره عن لينير كاربون تشين اخرها كاربوكسيليك جروب. اذا كانت هالكاربوكسيليك جروب استريفايد بصير اسمهم ترايجليسرايد. الترايجليسرايد هو وحده الطاقه بالجسم، يعني الجسم لما بده يحرق ويطلع طاقه بده يحرق الترايجليسرايد نوت الكوليسترول. كوليسترول از نوت oxidized by the mitochondria to produce energy. الكوليسترول فقط زي ما قلت لكم for biosynthesis of bile acid and steroid hormone بدخل بالسيل ممبرين. اما الترايجليسرايد هي اللي يصير لها oxidation by the mitochondria to produce ATP. اوكي؟
أكلنا is very rich in triglycerides و rich in cholesterol، لكن كمية الترايجليسرايد تفوق كمية الكوليسترول. هلأ الكوليسترول والترايجليسرايد they do not circulate in the blood freely لأنهم hydrophobic والblood hydrophilic. They have to be carried by certain proteins اسمهم الليبوبروتينز. الليبوبروتينز هم عبارة عن particle فيها بروتين وفيها تريجليسرايد وفيها كوليسترول وبعض الاكتيفيترز together تعمل شكل زي المايسل اللي بيسهل عليها انها تمر خلال البلد وتقدر توصل للليفر وتقدر توصل للأورغانز وللسكيلتال ماسلز وللارتريز. فعشان هيك الكوليسترول التريجليسرايد وسم فوسفوليبيد are packaged in lipoproteins particle اللي هم الكايلومايكرونز اللي هي اول ليبوبروتين بارتيكل تتشكل لما الانسان بياكل اكله. سريها الفري لو دنسيتي ليبوبروتين، الانترميديت دنسيتي ليبوبروتين، واللو دنسيتي ليبوبروتين بارتيكل. وعندنا الجود كوليسترول اللي هو الاتش دي ال اللي هو الهدف منه انه يعني يعمل كليرنس اوف كوليسترول من الجسم من الارتريز من الاكسترا هيباتيك تيشو ويبعثها للليفر او يعملها ريسايكلينج فور اذر ليبوبروتين بارتيكلز ويمنع تجمعها على الوول اوف ذا ارتري وبالتالي يمنع تطور الاثيروسكليروسيس. هلا احنا لما بنروح على يعني نفحص فحص ليبيد بالعاده اللي بيصير انهم بفحصوا ايش اسمه التوتال كوليسترول اللي بيعبر لي عن كل انواع الكوليسترول بجسمي سواء عم نحكي عن جود او باد، يعني عم نحكي عن ال LDL عم نحكي عن ال HDL والتريجليسرايد. فبيحسبوا لنا التوتال كوليسترول وبيحسبوا ال HDL لحاله وبيحسبوا التريجليسرايد لحاله ومن خلال ايكويشن معينه بنطلع نحسب قديش ال LDL لحاله، لأن التوتال كوليسترول هو عبارة عن مجموع ال LDL مع ال HDL زائد التريجليسرايد على 5. فإذا أنا طلعت التوتال كوليسترول وال HDL والتريجليسرايد عن طريق هاي الإكواجين بقدر أطلع ال LDL كوليسترول اللي هو يساوي توتال كوليسترول ماينس ال HDL زائد التريجليسرايد على 5. يعني فور إكزامبل لو قلت لكم إن التوتال كوليسترول بالجسم 200 وال HDL 40 والتريجليسرايد 150، فبصير عندنا التريجليسرايد 150 تقسيم 5 طلع قديش 30 زائد ال HDL 40 70 من نقصها من ال 200 بتصفي عندنا ال LDL هو 130 ملغرام بير ديسيليتر. هاي الايكويشن بتكون دقيقه as long as انه التوتال كوليسترول لا يتعدى ال 400 الى 450. بعد هيك بصير inaccurate to use this equation in order to calculate ال LDL level، واحسن انه نعمل specific test to measure ال LDL بالحالات لما بيكون فيها التوتال كوليسترول كثير عالي. هاي شكل الليبوبروتين بارتيكل زي الفري لو دنسيتي ليبوبروتين وزي ال LDL وال HDL هي عبارة عن مايسل بتحتوي على أبو ليبوبروتين بارتيكلز بتعطيها identity و structure و act as ligand على الليفر. زي مثلا لما أنا بشوف أبو ليبوبروتين ب 100 بعرف إنه البارتيكل اللي حتتشكل عندي إما LDL أو IDL intermediate density ليبوبروتين. لو بشوف مثلا ب 48 دغري بعرف انه الليبوبروتين بارتيكل اللي حتتشكل هي الكايلومايكرون. لو بشوف سي 2 دغري بعرف مثلا انه اللي حتتشكل هي الفيري لو دنسيتي ليبوبروتين. لو بدي اشوف اي 1 مثلا بعرف انه راح تتشكل هي الاتش دي ال. فالابو ليبوبروتين هم عباره عن بروتينز موجودين على السيرفيس اوف ذا ليبوبروتين بارتيكل من اهدافهم يعطوها ستراكشر وايدنتيتي. فانا بعرف حسب نوع الليبوبروتين بارتيكل او سوري الابو ليبوبروتين بارتيكل اللي موجود بقدر أخمن إيش نوع الليبوبروتين بارتيكل اللي موجودة عندي، بالإضافة إنه جزء منها بيشتغل as ligand بربط بريسبتر معينة على الليبر وممكن منها بيشتغل as activator يعمل activation for example لللايبيزز لحتى تعمل hydrolysis للتريجليسرايد. هلأ شو اللي بيصير لما الإنسان بيأكل أكل فيه فات؟ هلأ our diet is rich in fat بدي يفوت أول شيء على المعده من المعده الى الانتستين وبالانتستين بيصير في عندنا emulsification للفات لانه it cannot be transported عبر الانتستينال برش بوردر freely without emulsification لحتى يصير زي شكل المايسل فيها hydrophilic وhydrophobic nature لحتى تقدر تمر بالبرش بوردر of the intestine. واللي بيساعدها هم البايل اسيد، فالبايل اسيد بيحولوا الفات الى مايسل وبيحاولوا يعملوا لها transportation عبر البرش بوردر of the intestine بمساعدة بعض الترانسبورترز. من الترانسبورترز اللي بتساعد هي نحكي الـ transportation of the micelle from the lumen of the intestine into the intestinal wall هو الـ MPC1L1 transporter. وزي ما في عنا الترانسبورتر بيدخل في كمان الترانسبورتر بيحاول يرجع
للانتستينال لومن اللي هو الـ ABCG5G8 ترانسبورتر. المهم بيفوت الكوليسترول، بيفوت التريجليسرايد على البراش بوردر، بوجود أبوليبوبروتين بارتيكل بالبداية هي الأبوليبوبروتين B48، رح تتشكل عنا أول ليبوبروتين بارتيكل اللي اسمها الكايلومايكرون. إذا بتتذكروا قلت لكم إن الأبو B48 هو بيدخل بتركيب الكايلومايكرون. الكايلومايكرون هو عبارة عن ليبوبروتين بارتيكل that is not circulating in the blood، هي فقط بتفوت للليمفاتيك سيركوليشن، بتصير شوية هيدروليسز للترايجليسرايد، بتصير اسمها كايلومايكرون ريمنانت لحتى يصير لها أبتيك باي ليفر ريسبتورز. فبالليفر بيكون في شيء اسمه ال دي ار ريسبتور ريليتد بروتين، بتقدر تشوف الكايلومايكرو ريمنانت وبتقدر انها تربط فيه. هلا لما بتربط فيه خلاص بياخذها الليفر. شو الهدف من هاي العمليه؟ انه الليفر يحصل على كميه التريجليسرايد بالكوليسترول اللي اجتنا من الدايت اللي موجوده بالكايلومايكرون. هناك بالليفر، الليفر بيفكك الكايلومايكرو ريمنانت الى تريجليسرايد وكوليسترول، وبيصنع اول ليبوبروتين بارتيكل اسمها الفيري لو دنسيتي ليبوبروتين بارتيكل اللي هي بتكون very rich in triglyceride and low in cholesterol، وبيطلعها للبلد. فبتصير ال very low density lipoprotein particle جاهزة لحتى تطلع للبلد circulation. زي ما قلنا in the liver بيصير في repacking للكوليسترول والتريجليسرايد into very low density lipoprotein particle اللي بتطلع إلى البلد. هلأ شو بيصير بالبلد لل very low density lipoprotein particle؟ هلأ بيكون في بالبلاد ممكن على الارتيريال وول، ممكن يكون في عندنا كوليسترول، ممكن ما يكون في، ممكن خلال مرورها بالبلاد انه تقدر يعني تشوف لايبيزز، واللايبيزز تعمل هيدروليسز للترايجليسرايد اللي موجوده فيها، فتصير less dense in triglyceride more dense in كوليسترول، فتتحول من شيء اسمه very low density lipoprotein الى intermediate density lipoprotein particle. واللي بيساعد كمان بهاي العمليه هو ال HDL، لانه ال HDL اذا شاف مثلا very low density lipoprotein particle بيعمل exchange of triglyceride with cholesterol، بيعطي ال very low density lipoprotein particle cholesterol وبياخذ منها التريجليسرايد. فهيك بتصير less dense in triglyceride and more dense in cholesterol، فبصير اسمها intermediate density lipoprotein particle. هلا الانترميديت دنسيتي ليبوبروتين بارتيكل بتكون بالبلد، شو راح يصير فيها؟ اما بترجع للليفر وبصير لها ريكوجنيشن باي ال دي ار ريليتد ريسبتورز اللي موجودين على الليفر، وبالليفر بيفككها وبيرجع بياخذ الكوليسترول والتريجليسرايد وبيعمل منهم مره ثانيه فيري لو دنسيتي ليبوبروتين وبيطلعها للبلد، او انه ممكن الانترميديت دنسيتي ليبوبروتين يتحول ل لو دنسيتي ليبوبروتين بارتيكل عن طريق فقد التريجليسرايد واكتساب الكوليسترول. فهيك بتصير low density lipoprotein particle more dense in cholesterol and low in triglyceride، وعشان هيك تعتبر أكثر particle atherogenic. ليش؟ لأنها very dense in cholesterol. الكوليسترول بيخوفنا أكثر من التريجليسرايد لموضوع coronary artery disease، لأنه لما الكوليسترول يكون عالي ما إله إشي إنه الجسم يستخدمه غير إنه يتراكم على الأرتيريال وول. هلأ التريجليسرايد ممكن جسمي يحرقها، ممكن إنها تتخزن لحتى نستخدمها بعدين كطاقة، لكن الكوليسترول لا، لما بيزيد إذا كان في إنجري بالإنديثيليوم of the arteries أو بالإكسترا هيباتيك تشو يروح على البنكرياس وبيروح على الهارت وعلى الليفر، بيصير يتراكم هناك ويعمل لي مشاكل. فالفري لو دنسيتي ليبوبروتين فاللو دنسيتي ليبوبروتين هو the most atherogenic particle لأنها more dense in كوليسترول وless dense in triglyceride. هلأ هذا ال LDL إما بصير له ريكوجنيشن باي ال دي ار ريسبتورز اللي موجوده على الليفر، وهناك بربط فيها والليفر بيحاول يعملها ريسايكلينج ويفتت مكوناتها ويرجع يصنع فيري لو دنسيتي ليبوبروتين ويطلع على البلد، او اذا كان موجود بالدم وشاف انجري بالارتريز بتجمع عليها، او راح الاكسترا هيباتيك تشو وبتجمع عليها كونتريبيوتينج تو اثيروسكلروسيس. اوكي، فاحنا كل هاي الشغل اللي عم نشوفها هاي اسمها عملية ريسايكلينج. الليفر بيحاول قدر الإمكان إنه ما يخلي الليبوبروتين بارتيكلز تتجمع على الأرتيريال وول أو على الإكسترا هيباتيك تيشو، هو بيحاول قدر الإمكان إنه يعملها ريسايكلينج، تتحول من شكل إلى شكل عشان بالنهاية ترجع لمين؟ إلى الليفر، ويصير لها ريباكيجينج بالليفر وهكذا. لكن المشكلة بتصير إمتى؟ لما الإنسان يكون الإنتيك أو فات كتير كبير، وبالذات الكوليسترول ما بيقدر يضلوا يعمل ريسايكلينج الليفر، لأنه الإكسس
of cholesterol راح يضطر انه يتجمع باللو density lipoprotein contributing to atherosclerosis. وحتى اذا كان المريض ما بياخد كثير كوليسترول بياخد كثير triglycerides, الاكسس of very low density lipoprotein particle كمان مش كويس, لانه التريجليسرايد when highly elevated ممكن انها تتجمع كمان بمناطق مختلفه بالجسم, بالعين, على البنكرياس, وتعمل لي acute pancreatitis, تتجمع شكل لمس باجزاء مختلفه من الجسم ويصير شكلها مش حلو. فحتى الفيري لو دنسيتي ليبوبروتين بارتكل مش منيحه, لانه اتس فيري ريتش ان تريجليسرايد اللي كمان لما يكون كثير عالي بيعمل مشاكل للجسم. في عندنا عمليه اسمها الريفرس كوليسترول ترانسبورت mediated by the good cholesterol اللي هو مين؟ ال HDL. هلا الكوليسترول اللي بتجمع على الارتيريال وول او اللي بتجمع على الاكسترا هيباتيك تشو, حتى جسمي بيحاول انه يعمل له كليرنس. كيف؟ عن طريق ال HDL. ال HDL بيحاول انه بمساعده طبعا الليبوبروتين بارتيكل اللي فيها بي ابوليبوبروتين, يعني احنا نحكي عن ال LDL وال IDL فيهم بي 100. هدول بتشو بتعمل ال HDL؟ بياخذ الكوليسترول من الاكسترا هيباتيك تشو من الارتيريال وول, ولما بيشوف اي دي ال او لما بيشوف فيري لو دنسيتي ليبوبروتين بصير يعمل اكسشينج. اذا شاف فيري لو دنسيتي ليبوبروتين ال اتش دي ال بيعطيها كوليسترول وبياخذ تريجليسرايد, فبتتحول الفيري لو دنسيتي ليبوبروتين لاي دي ال. اذا شاف اي دي ال بيعطيها كوليسترول وبياخذ منها تريجليسرايد فبتتحول لال دي ال. LDL والIDL إما بضلهم circulating in the blood أو بصير لهم recognition by the LDL receptors اللي موجودين على الليفر, وبالتالي بيمنعوا إنه يتراكموا مرة أخرى على الarterial wall أو على extrahepatic tissue. قلنا إحنا بنخاف أكتر شيء من LDL لأنه هو the most atherogenic particle associated with development of atherosclerosis. بس هذا لا يعني إنه التريجليسرايد مش ما بيخوف. حتى التريجليسرايد ممكن يتجمع على الarterial wall, لكن هو مش الاثيروجينيسيتي له زي ال LDL, لانه الماكروفاجز دو نوت ريكوجنايز التريجليسرايد ويل, ات ريكوجنايز ال LDL اكثر وتو ميديت الانفلاميشن اللي بيصير عند تجمع الليبيد. بس كمان التريجليسرايد لما يكون جدا عالي, خصوصي لما بيتجاوز الليفل له 1 جرام بير ديسيليتر, هذا اكستريملي اليفيتد تريجليسرايد, الناس بيكون عندهم ريسك تو ديفلوب بنكرياتايتس, وهذا الشيء يعني لايف ثريتنينج كونديشن, أو تيوبر إيرابتيف إكزانثومس تتجمع عندهم الليبيد بمناطق مختلفة بالجسم منها العين, وبصير عندهم مشاكل بالنظر منها بالجسم. في حتى ناس بتشوفوهم بصير عندهم زي صفار بالعين, أو بصير تتجمع عندهم كتل من الدهنيات تحت العين بتكون مبينة, فهذا يدل إنه في عندنا هاي تريجليسرايد. هلأ شو السبب الرئيسي للهايبرليبيديميا؟ أكيد الباد دياتري لايف ستايل هابت اللي إحنا ماشيين عليها هي السبب الرئيسي للديسليبيديميا بأنواعها. لكن في بعض الناس ممكن جيناتيكلي يكون عندهم susceptibility to increase lipid levels in the blood. هدول الناس يكون عندهم إشي اسمه familial hypercholesterolemia اللي بتؤدي إلى زيادة بالكوليسترول بالذات الLDL, أو familial hypertriglyceridemia يكون عندهم زيادة بالتريجليسرايد. المور كومون هو الفاميليال هايبركوليستيريميا, بيكون عندهم ديفكت بالافينيتي اوف ال دي ال ريسبتور, يعني ال دي ال ريسبتور اللي موجوده على الليفر ما بتقدر تربط للليبوبروتين بارتيكل, وبالتالي ما بتقدر تعملهم ريباكينج, فبيضلهم سيركوليتنج ان بلاد فور لونجر تايم, وهذا الشيء بيشجع انه يصير لهم اكوموليشن على الارتيريال وول او على الاكسترا هيباتيك تشو يسببوا لي امراض. فهذا نوع من انواع الـ يعني الجينيتك, خلينا نحكي familial hypercholesterolemia. في عندنا نوع ثاني اسمه familial defective apolipoprotein B100, بتكون المشكلة بالapolipoprotein اللي هو B100 اللي موجود على سطح الليبوبروتين بارتيكل LDL, هو ما بيقدر يربط على الريسبتر بالLDL, يعني الLDL ريسبتر طبيعي بالليفر, لكن المشكلة بالB100 اللي هو الليجند للريسبتر موجود على الLDL ما بيقدر يربط على الريسبتر, وهذا الشيء رح يخلي ال LDL levels بالبلد الليفل لهم عالي أكثر. ليش؟ لأنه ما بيقدر الليفر يعملهم ريسايكلينج. أغلب الناس اللي عندهم familial hypercholesterolemia بيكون عندهم يعني polygenic disorders, أكثر من جين involved بالelevation of cholesterol, بيكون نسميه polygenic disorder, يعني ما بيكون عندهم single mutation بone gene, بيكون عندهم multiple genes involved بالhypercholesterolemia. وأكيد في عندي كمان familial hypertriglyceridemia بالإضافة ل الفاميليا الهايبركوليسترينيا.
قلنا إنه الزيادة بالكوليسترول تؤدي إلى development of coronary artery disease. شو اللي بيصير؟ إنه لما ال LDL يكون ال level إله كتير عالي بال blood، وإذا كان عندي injury بال endothelial cells that line the arterial wall، فبيفوت ال LDL تحت هدول ال endothelial cells، بيروح على ال space اللي هو بين ال endothelium وبين ال smooth muscle cell layer. هذا ال space بتتجمع عليه ال lipids، بتشوفوا الماكروفاجز بتعمل له اوكسيديشن، فبصير اسمه اوكسيدايز ال دي ال. وانس الاوكسيدايز ال دي ال تكون، بصير اثيروجينيك اكثر، لانه بيحفز الريموديلينج والانفلاميشن والاوكسيدات ستريس، وبيحفز عن طريق افراز بعض الانفلاماتوري فاكتورز انه السموث ماسل سيلز اللي موجوده بطبقه الميديا انها يصير لها مايجريشن وتتجمع حول الليبيد وتعمل لي شيء اسمه بلاك. مع الوقت بيكبر هذا البلاك وبصير يضغط على الوول اوف ذا ارتري ويدفش الوول انتو ذا لومن اوف ذا ارتري، فبيصغر الديامتر اوف ذا لومن اوف ذا ارتري وبصير في عندنا ستينوسيس. This is called coronary artery disease and this is why we should try to control الهايبركوليسترينيا لحتى نقلل الريسك اوف اثيروسكليروسيس. How to treat? The treatment بيعتمد على diagnosis. والديسليبيديميا هو disease that is يعني هو factor، خلينا نحكي that is asymptomatic، إلا إذا طبعا hypertriglyceridemia فرضا إذا كان كتير عالي ممكن يعمل لك pancreatitis ويصير في symptoms of pancreatitis، أو لما الhypertriglyceridemia ترتفع كتير ويصير تتجمع الليبيد بشكل واضح على وجه الإنسان أو على جسمه ممكن إنه نعرف، بس ما في symptoms بشكي منها المريض لما بيصير عنده ديسليبيديميا. فالسكرينينج is very important to diagnose this dyslipidemia. Screening يعني انه كل الناس انها تعمل روتين measurement للليبيد بروفايل بجسمهم. الوضع الطبيعي انه اي مريض عمره او اي شخص عمره 20 سنة فما اكتر انه يعمل اول مرة بحياته ليبيد measurement على عمر ال 20 سنة، وبعد هيك اذا كان طبعا الليفل طبيعية الليفل كانت طبيعية بيقدر يعيدها كل 5 سنين. لكن الناس طبعا اذا كان عندهم الليبيد ليفل مش طبيعي هدول بدهم فريكوينت مونيتورنج لحتى يعملوا ادجستمنت للليبيد. الناس اللي عندهم ديزيزز زي الديابيتس والاثيروسكليروسيس ذوس زي نيد مور فريكوينت ميجرمنت للليبيد لحتى نتاكد انه المريض within the normal range ووصل للتارجت وانه عم بيستجيب للميديكيشنز اللي بياخذها. هلا شو هو النورمال ليفلز لكل الانواع الليبيد اللي حكيناها؟ بالنسبه لللو دنسيتي ليبوبروتين بارتيكل فور ذا جنرال بوبوليشن لازم يكون الليفل اقل من 100 ملي جرام بير ديسي لتر، يعني حوالي اذا نحسبها بالملي مول بير لتر بتطلع 2.59. لاغراض الامتحان بدي تحفظوا لي ملي جرام بير ديسي لتر. اوكي، هلا هذا الحكي مزبوط لكل الناس اللي انواعها المختلفه with exception للناس اللي عندهم استابليش اثير سكلروسيس، يعني الناس اللي عندهم اما كورونري ارتري ديزيز او بيريفيرال ارتري ديزيز او كاروتيد اثير سكلروسيس او ستروك. هدول الناس ما بنقبل بال LDL ان يكون فقط اقل من 100 ملغ بير ديسيلتر، it has to be اقل من 70 ملغ بير ديسيلتر. وهدول الناس اسمهم very high risk patients to develop atherosclerosis in the future. ليش؟ لانه عندهم already established atherosclerosis، ممكن يصير في عندهم recurrence event، عشان هيك انا ما بقبل بال LDL يكون اقل من 100، لازم يكون اقل من 70 ملغ بير ديسيلتر. منضيف لهدول الناس مش بس الناس اللي عندهم استابلش اثيروسكليروسيس، اوقات الشخص بيكون عنده دايابيتس with multiple major risk factor to develop اثيروسكليروسيس، يعني عنده سكري بس لسه ما صار عنده اثيروسكليروسيس لكن عنده فاكتورز بتسهل انه او يعني بتزيد من فرصه انه يصير عنده اثيروسكليروسيس، برضه بندخلهم بهاي الكاتيجوري اللي هم دايابيتس ميليتس patient with multiple major risk factors for اثيروسكليروسيس او دايابيتس ميليتس with signs of end organ damage، يعني مريض ديابيتس عنده heart failure أو مريض ديابيتس عنده chronic kidney disease، يعني هدول الناس كمان نقدر نحطهم بهاي الكاتيجوري إنهم very high risk patient وال LDL level should be less than 70 milligram per deciliter. في عندي كاتيجوري of patient اسمهم extremely risk patient، هدول الناس يكون عندهم established atherosclerosis and a lot of multiple major risk factors، يعني بتلاقي عنده coronary artery disease ومجلوط وعنده family history أبوه أمه بيدخن، عنده ديسليبيديميا، عنده سكري، عنده ضغط. This patient is extremely risk patient. هذا يفضل انه يكون ال LDL تحت ال 55 ملغرام بير ديسيليتر. اما بقيه الناس اللي هم الناس اللي ما عندهم اثيروسكليروسيس او الناس اللي عندهم ديابيتس بس ما عندهم multiple major risk factors او signs of end organ damage،
أو الناس اللي ما عندهم diabetes أو الناس اللي فقط عندهم risk factors without the presence of underlying diseases. فإحنا بنقدر نقول إن ال LDL إلهم لازم يكون أقل من 100 ميليغرام per deciliter. هذا بالنسبة لل LDL. بالنسبة للتوتال كوليسترول اللي هو بيعبر لي عن ال LDL وال HDL وال triglyceride, it should be less than 200 ميليغرام per deciliter for all patients. بالنسبة للتريغليسرايد النورمال إنه يكون أقل من 150 ميلي جرام per deciliter for all patients. طبعاً التريغليسرايد الأوبتيمال ليفل يكون تحت 150, لكن ممكن يصير في إليفيشن بين 150 إلى 500. هذا الإليفيشن مش كتير كتير بيخوف, لأنه لسه ما بيزيد الريسك of pancreatitis إلا لما يطلع ليفل of triglyceride 500 فما أكثر, وقتها بصير أخاف. لكن إذا كان بين 150 مثلاً 400-450 بهاي المرحلة ممكن كتير أعتمد على lifestyle modifications لأمنع إنه يزيد التريغليسرايد أكثر من النص جرام, وبالتالي أمنع زيادة الريسك أوف بنكرياتايتس. بالغالب إذا وصل التريغليسرايد 1000 ميلي جرام اللي هي 1 جرام بر ديسيليتر بيكون المريض عنده بنكرياتايتس. فوق ال 500 ممكن يصير بنكرياتايتس, إذا يعني فوق ال 500 وتحت ال 1000 طبعاً ممكن يصير بنكرياتايتس إذا كان عنده ريسك factors for pancreatitis. لكن بشكل عام انه احنا ننتبه للتريغليسرايد انه يكون يعني اوبتيمال تحت ال 150 لحتى نقول انه وضع المريض كويس. بالنسبه للجود كوليسترول هو الاتش دي ال, لانه شيء كويس لازم يكون عالي, فبيختلف قيمته عند الرجال عن النساء. عند الرجال لازم يكون احسن من 40, وعند النساء لازم يكون احسن من 50 ملي جرام بير ديسيليتر بيفور المينوبوز. ليش هيك؟ ليش عند النساء مختلف عند الرجال؟ لانه عند النساء بيفور المينوبوز الاستروجين والبروجسترون بيزيدوا من السينثيسز اوف اتش دي ال, بينما هذا الشيء مش موجود عند الرجال. عشان هيك دائما احنا بنقبل بقيمه اعلى عند النساء بيفور المينوبوز اللي هي اكثر من 50 مقارنه باكثر من 40 عند الرجال. في عندي اذر كمان جولز ممكن نحكي عنها. يعني احنا لما قلنا عن التوتال كوليسترول حكينا انه هو عباره عن مجموع ال دي ال مع الاتش دي ال زائد التريجليسرايد على 5. However, إحنا ممكن نحسب إشي جديد اسمه non-HDL كوليسترول اللي بيعبر لي فقط عن الباد كوليسترول اللي هو عبارة عن LDL مع التريجليسرايد without HDL. فهذا اسمه non-HDL goal. Non-HDL goal دائماً هو عبارة عن LDL goal للpatient منضيف عليه 30. يعني مثلاً إذا أنا بقول مريض من general population ما عنده underlying diseases, قلنا LDL goal إله لازم يكون أقل من 100. فقديش لازم يكون النون اتش دي ال جول؟ لازم يكون 100 زائد 30, يعني اقل من 130 ملي جرام بير ديسيليتر. نفرض مريض كان عنده استابلش اثير سكلروسز واسمه فيري هاي ريسك بيشنت, قديش ال دي ال جول قلنا لازم يكون اقل من 70. فاذا بدي احسب النون اتش دي ال جول لازم يكون اقل من 100, اقل من 70 زائد 30 يعني اقل من 100. تمام. فدايما النون اتش دي ال جول بيكون هو عباره عن ال دي ال جول زائد 30 with exception للextreme risk patient. النون اتش دي ال جول لازم يكون اقل من 70. في عندنا هلا نيو بارامترز ظهرت جديد بالدراسات, صار كمان لها دور بانه تشخيص وتقييم وضع المريض من ناحيه الريسك تو ديفلوب اثير سكلروسيس. هلا مثلا صاروا يعملوا ميجرمنت للابو بروتين بي اللي هو موجود برايمرلي على ال دي ال وعلى الاي دي ال, واذا كان موجود بجسم الجسم بيحب يعمل باكينج لمين؟ للال دي ال والاي دي ال اللي هم بعد كوليسترول بيحملوا كوليسترول اكثر من الاذر تايبز اوف ليبوبروتين بارتيكلز. فهلا صار في كمان جولز لالهام الابو ليبوبروتين بي فور اكزامبل لازم يكون الجول له اقل من 70 للاكستريم ريسك بيشنت, واقل من 80 للفيري هاي ريسك بيشنت اللي عندهم استابلش اثير سكلروسيس, وفور ذا ريست اوف ذا بوبوليشن لازم يكون اقل من 90. تمام. هلا حكينا انه الناس لازم تعمل سكرينينج لحتى نعرف اذا عندها ديسليبيديميا ولا لا. شو بالنسبه للاطفال؟ الاطفال ان جنرال اتس نوت ريكومندد تو ميجر الليبيدز لهم الا اذا كان عندهم فاميلي هيستوري اوف فاميليال هايبر كوليستيريميا او فاميليال هايبر تريجليسيريميا, او مثلا الاطفال كانوا اوبيس. فهدول الاطفال يفضل انه نعملهم سكرينينج ونتاكد انه ما عندهم ديسليبيديميا. واذا طلع عندهم ديسليبيديميا وي برايمرلي ريلاي اون لايف ستايل موديفيكيشنز ان اوردر تو كنترول الديسليبيديميا ان تشيلدرن. بدنا نعرف كمان انه dyslipidemia it could be affected by presence of secondary conditions. يعني مش بس انه genetic او lifestyle habits, ممكن المريض يكون عنده underlying disease او بياخد دواء معين ممكن هو يعمل له dyslipidemia. فاحنا we have to investigate when we assess dyslipidemia, we have to assess the secondary causes for dyslipidemia. يعني for example diabetes والhypothyroidism بيعملوا
ديسليبيديميا، شخص عنده ليفر ديزيز بصير عنده ديسليبيديميا، شخص عنده نفروتيك سيندروم بصير عنده ديسليبيديميا، الهيمودياليتيك بيشنت بصير عندها ديسليبيديميا، سي كي دي بصير عندهم ديسليبيديميا. فانه احنا by controlling the secondary cause we could control the lipids. يعني مثلا مرضى الهايبوثايرويدزم لما بيكون عندهم هايبوثايرويدزم there is no need to treat dyslipidemia at this stage لانه by controlling الثايرويد هرمون we can prevent dyslipidemia. لكن اذا احنا مش عارفين نعمل control للهايبوثايرويدزم او it's gonna take long time we could use for example medications during this period لحتى انه ما نعمل control لل secondary cause. في دراجز بتزيد الليبيد مثلا الكومبايند اورال بيلز فيها استروجين وفيها بروجسترون بتزيد الليبيد. في عندنا مثلا الستيرويد بانواعها الانابوليك ستيرويد الاندروجين والكورتيكوستيرويد بتزيد الليبيد. عندنا الايزوتريتينوين اللي هو دواء يستخدم لعلاج الاكني بيزيد الليبيد. في عندنا انتي سايكوتيك دراجز اخذنا عن الثايازايد دياريتكس انها بتعمل لي ديسليبيديميا وحتى البيتا بلوكر ممكن تعمل لي ديسليبيديميا. فاحنا نعرف انه اذا في ادويه بياخذها المريض ممكن انها تعمل ديسليبيديميا. If we can we can switch to other medications. If we can't then we have to control the dyslipidemia by lifestyle modifications or possibly to wait until انه البيشنت يوقف استخدام الدواء او to switch to another medication if possible. How to treat حكينا الاسسمنت هو شيء اساسي ولما المريض بده يروح يعمل فحص انه لازم يكون صايم مينيمم من 9 الى 12 ساعه لحتى نتأكد إنه صار في ريسايكلينج لكل الليبوبروتين بارتيكل اللي موجودة بالدم واللي ضل بالدم هو فقط الإكسس اللي الليبر مش قادر يعمل له ريسايكلينج. بعد هيك we have to rule out the secondary causes for dyslipidemia وحكينا من شوي زي الديابيتس زي الهايبوثايرويدزم زي الأوبيسيتي والستيروسيس رينال ديزيز يوز اوف ميديكيشن زي الاستروجين بروجسترون كورتيكوستيرويد ثايازايد بيتا بلوكر وإلى آخره. بعد هيك we have to classify the patient into categories. احنا حكينا بيختلف الجول حسب وضع المريض. المريض اللي ما عنده اثيروسكليروسيس مش زي اللي عنده اثيروسكليروسيس. فعنا تصنيف انحط by National Lipid Association بيصنف المرضى حسب their risk to develop اثيروسكليروسيس within the next 10 years الى very high risk, high risk, moderate risk and low risk. هلأ الhigh risk والmoderate risk واللow risk هم ال patient اللي خلينا نحكي general population اللي ما عندهم اثيروسكليروسيس ما عندهم كثير risk factors فهدول الناس بيكون الـ LDL goal لهم أقل من 100. لكن الـ very high risk اللي حكيت عنهم قبل شوي هم الناس اللي عندهم established atherosclerosis وبيكون عندهم الـ LDL goal should be less than 70 milligram per deciliter. مين هم هدول الناس؟ هم الناس عندهم established atherosclerosis إما coronary artery disease أو myocardial infarction جلطة قلبية عنده stable angina أو unstable angina أو مصطلح الـ acute coronary syndrome اللي نحكي عنه لقدام شوي أو مثلاً عمل حط ستنت عمل قسطرة. بس مش ضروري كل الناس اللي بتعمل قسطرة يكون عندها coronary artery disease. في ناس كتير بتعمل قسطرة بتطلع القسطرة كلين ما عندهم مشاكل بالارتريز. قسطرة هي إشي for diagnosis لكن إذا طلع عنده stenosis فممكن ياخد medication أو ممكن يعملوا له coronary intervention زي إنه يحطوا له ستنت أو يعملوا بالون angioplasty. بعض المرضى بيحتاجوا إلى coronary artery bypass surgery فهذا اسمه coronary intervention بيعكس إنه في عنده coronary artery disease. في ناس يكون عندهم الاثيروسكليروسيس بالبريفرال ارتري اسمه باد بريفرال ارتري ديزيز. في ناس يكون عندهم بالكاروتيد ارتري. في ناس بالبرين يكون عندهم ستروك. كل هاي هي انواع من الاثيروسكليروسيس وهدول اسمهم فيري هاي ريسك بيشنت الال دي ال جول اقل من 70 ملغ بير ديسيليتر. هلا حكينا بنضيف للفيري هاي ريسك بيشنت وان كاتيجوري اوف بيشنت اللي هم الديابيتيك بيشنت هو هاف مالتيبل ميجر ريسك فاكتورز two or more major risk factors of atherosclerosis أو عندهم signs of end organ damage. هدول كمان بقدر أعتبرهم إنهم very high risk patient to develop atherosclerosis within the next 10 years وهدول الناس برضو الـ LDL goal أقل من 70 mg per deciliter. شو هي الـ major risk factors اللي يلا نحكي عنها إنه نقول إنه المريض عنده multiple major risk factors أو عنده DM two major risk factors أو أكثر هم اللي رح نشوفهم بهذا الجدول. كتير مهم هذا الجدول تحفظوا ليه. طبعا الـ major risk factors for ischemic heart disease in general they are multiple لكن الـ major risk factors اللي احنا بنستخدمها لحساب الريسك هي بس هدول. كتير مهم انه نميزهم. هدول هم الـ major risk factors هيهم risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease according to the National Lipid Association. هدول هم فقط أربعة أو خمسة اللي بنستخدمهم لحتى نقول المريض موجود بأي category low, moderate, high and very high risk patient.
شو هم؟ أول إشي العمر، بيختلف العمر حسب الميل والفيميل حسب الجندر. إذا العمر فوق 45 سنة للميل أو فوق 55 للفيميل، this is one major risk factor to develop atherosclerosis. ثاني شيء family history of premature coronary heart disease event، يعني طبعا إحنا نحكي عن first degree relative، الأب الأم الأخ الأخت، إذا صار في عندهم coronary artery disease event، يعني صار عندهم جلطة قلبية، acute coronary syndrome، جلطة دماغية، عملوا قصد تقرى، يعني حطوا stent، عملوا كبج، هدول كلهم coronary artery disease event. فإذا صارت على عمر تحت 55 سنة للرجال من the first degree relatives أو تحت 65 سنة للنساء، يعني الأم أو الأخت صار عندهم coronary artery disease event تحت على عمر تحت 65 سنة، أو الرجل الأخ أو الأب صار عندهم event تحت 55 سنة، إحنا نعتبره another risk factor. third risk factor هو الهايبرتنشن على 140/90، يعني stage 2. الثالث والرابع risk factor هو low HDL تحت 40 للرجال وتحت 50 للنساء، this is another risk factor. و current cigarette smoking. فإذا المريض كان عنده من هاي risk factors نقدر نقول إنه عنده risk to develop atherosclerosis. مريض الديابيتس اللي عنده two or more of those نقدر نحكي إنه عنده very high risk to develop atherosclerosis. مريض اللي عنده coronary artery disease regardless عنده هدول الفاكتورز ولا لا، اسمه على الأقل very high risk patient. إذا عنده atherosclerosis وعنده a lot of risk factors زائد وجود other diseases يصير اسمه extreme risk patient. والextreme risk patient كمان بيكون عندهم يعني صار عندهم cardiovascular disease event recurrent، يعني ممكن صابت جلطة أكثر من مرة، ممكن صابت stroke، احتاج إلى قسطرة، سكرت الشبكة وهكذا، هدول extreme risk patient. هلا ليش مهم هذا الحكي؟ احنا ليش بنقول ضروري نصنف المرضى very high risk و high risk و moderate و low؟ لأنه بالإضافة للجول the time at which we should start drug therapy بيختلف من مريض لمريض. يعني أكيد مريض low risk patient ما بخاف عليه قد مريض very high risk patient. المريض الـ very high risk patient I start earlier the drug therapy مقارنة بمريض low risk patient، وهكذا المريض الـ moderate بستعجل شوي أكثر من الـ low risk، المريض الـ high risk بستعجل أكثر من الـ moderate risk، والمريض الـ very high risk بستعجل أكثر من الـ high risk. بمعنى يعني at lower LDL level أنا I could start الـ drug therapy زي ما رح نشوف هلأ. مرات بيكون صعب إنه يعني إنه بس إنه by looking at the major risk factors إني أحدد هل المريض هو eligible لدواء ولا لا. في بعض الفاكتورز إحنا ما بنعتبرها من الريسك فاكتورز فور atherosclerosis اللي بتساعدنا بالكلاسيفيكيشن، لكن هي indicators إنه ممكن أنا أحتاج إني أعطي دواء حتى لو إنه المريض ما وصل للثريشولد تو تيك ذا دراج. منها إنه أوكي المريض ما عنده كتير risk factors، لكن مثلا بيدخن، بس بيدخن بشكل كتير سيفير، يعني مثلا بيدخن 3-4 باكيتات باليوم، تختلف عن اللي بيدخن مثلا باكيت او 3 سجاير او 10 سجاير باليوم. هو مثلا ما عنده coronary artery disease لكن عنده coronary calcification، او مثلا ال LDL اي نعم ما وصلش ال threshold انه to take the drug بس هو عالي مثلا 160 فما اكتر، عنده high inflammatory عنده high levels of inflammatory biomarkers زي C-reactive protein أو زي الليبوبروتين A اللي هو نوع جديد من الليبوبروتين particles associated also with atherosclerosis، أو عنده مثلا اليورين to albumin creatinine ratio أكثر من 30، يعني عنده sign of structural kidney damage. هدول المرضى sometimes حتى لو المريض ما كان عنده يعني ما وصل للthreshold to start drug therapy، sometimes وجود هاي الindicators بتساعدنا بالdecision to give drug or not. معناته هلا عرفنا منهم الـ very high risk patient، هم الناس اللي عندهم established atherosclerosis أو الناس اللي عندهم diabetes with signs of end organ damage أو diabetes with two or more major risk factors اللي حكيناهم هلا. مين هم طيب الـ high risk patient؟ نعرف هلا مين هم الـ high risk patient. الـ high risk patient هم إما الناس اللي عندهم diabetes without major risk factors، يعني إحنا مش قلنا إذا diabetes وعنده two or more of those بصير اسمه very high risk patient. افرض أنا مريض diabetes وما عنده أي إشي من هدول أو عنده بس واحدة منهم، هذا المريض صار اسمه high risk patient مش very high risk patient. أو أي مريض لا عنده atherosclerosis وما عنده كمان diabetes لكن عنده three or more of those، ما عنده diabetes ما عنده atherosclerosis لكن عنده 1-2-3 على الأقل من هدول، فبنقدر نحكي عنه عنده high risk to develop atherosclerosis.
او مريض عنده الليفل اوف ال دي ال فيري هاي 190 ملي جرام فما اكثر، او مريض كرونيك كيدني ديزيز ستيج 3 او 4، هذول الناس نعتبرهم هاي ريسك بيشنت. ال دي ال جول للهاي ريسك بيشنت اقل من 100 ملي جرام بير ديسيليتر. طيب هلا بعدين نحكي عن المودريت ريسك بيشنت. المودريت ريسك بيشنت هم الناس اللي اكيد لا عندهم لا ديابيتس ولا اثيروسكليروسيس ولا كرونيك كيدني ديزيز ولا عندهم ال دي ال وصل 190، لكن عندهم فقط 2 ميجر ريسك فاكتورز اوف ذوز، بس عندهم 2 من هدول. هدول الناس بنعتبرهم moderate risk patients and we have to calculate something called risk of atherosclerosis within the next 10 years. تتذكروا لما أخذنا بالhypertension كنا نقول إذا المريض وصل 10% risk of atherosclerosis إنه كان stage 1 بدنا نعطيه medication، تتذكروا؟ هذا اللي كنت أحكي عنه. هلأ هذا إجا وقته، هلأ بس رح نستخدمه مش علشان إنه نعرف نعطي دواء للhypertension، لا هلأ رح نستخدمه لحتى نعرف to classify the patient into certain risk، ولحتى كمان نعرف إذا بحاجة إنه نعطيه statin ولا لا. فبدنا نعرف إنه أي شخص، فقط الناس moderate risk patient اللي عندهم two major risk factors to develop atherosclerosis، those patients should we should calculate the risk of atherosclerosis for them. وإذا طلع عنا الريسك 20% فما أكثر فبيبطل اسمه moderate risk، بصير اسمه high risk ويعامل معاملة الهاي risk. وإذا كان أقل من 20% بيضلوا اسمه moderate risk patient. بس ليش مهم الفحص هذا أو الكالكوليشن هذا؟ لأنه أي مريض يوصل 7.5% بصير eligible إنه يأخذ statin حسب النيو guidelines. فعشان هيك كتير مهم إني أي مريض عنده 2 major risk factors فقط للأثيروسكليروسيس أفحص له أو أحسب له الأثيروسكليروتيك كاريوفاسكولار ديزيز risk. إذا وصل 7.5% هو eligible للستاتين، وإذا كان فوق هيك هو بيضلوا إليجابل للستاتين لكن بتغير اسمه من مودريت إلى هاي إذا وصل 20% ريسك to develop atherosclerosis. وهاي الكالكوليتر بتحتاج certain criteria تتعبى فيها لحتى نحسب الريسك classification، فهي بتعطي سكور للعمر، للتوتال كوليسترول، للسموكينج، للأجيال، للديابيتس، للسيستوليك بلد بريشر، للإثنسيتي. وهلأ بدي أعمل شير لهاي الكالكوليتر لحتى نشوف كلنا كيف بتشتغل هاي الكالكوليتر. وكيف بتتغير، بتغير الريسك، بتغير الريسك فاكتورز. معاي طلاب؟ معاي دكتورة. طيب وين راحت؟ انا فاتحتها لانه بس اتاكد انها مفتوحه. طيب نيوندو جنرال وينها هيها؟ اوكي ظهرت عندكم؟ دكتورة ظهرت. هلا لو رحت على جوجل وكتبتوا اشي اسمه pooled cohort equation أو كتبتوا atherosclerotic risk calculator زي هيك رح تطلع لكم هاي الكالكوليتر. أوكي؟ هاي الكالكوليتر حطتها الأمريكان هارت أسوسيشن to assess risk to develop atherosclerosis within the next 10 years. وكيف لو إنه أنا عملت control للmodifiable factors risk factors كيف ممكن يقل هذا الريسك؟ فخلينا يعني نعطي هيك يعني حالة من الخيال لكن ممكن تكون موجودة بالgeneral population، نحسب لها مثلاً الأثير الريسك أو أثير سكلوسيس. نفرض مثلاً إنه مريض عنده moderate risk، عنده two major risk factors اللي هم مثلاً خلينا نقول إحنا قلنا الميل عمره فوق 45 سنة، هاي حطينا عمره 50، هاي one risk factor. التوتال كوليسترول مش داخل بال major risk factors فهو لا يعتبر risk factor أو أثير سكلوسيس. ال HDL قلنا إذا كان تحت ال 40 نعتبره risk factor فهو عنده طبيعي 42. السيستوليك بلد بريشر يعتبر ريسك فاكتور اذا كان المريض فوق ال 140 فهو ضغطه 120 فهذا لا يعتبر ريسك فاكتور. يعني سو فار هو عنده 1 ريسك فاكتور. بياخذ ادويه لعلاج الضغط؟ لا ما بياخذ. عنده دايبيتس؟ لا، لانه احنا قلنا اذا عنده دايبيتس صار اسمه خلص باي ديفينيشن اما هاي ريسك او فيري هاي ريسك، ما في داعي نحسب له.
هل هو سموكر؟ يس، هيك صار عنده تو ميجر ريسك فاكتور. يعني انا حطيت معطيات لمريض عنده تو ميجر ريسك فاكتورز من الريسك فاكتورز اللي حكينا عنهم قبل شوي، يعني اسمه مودريت ريسك بيشنت، وبحاجه اني ايش افحص له الريسك تو ديفلوب اثيروسكليروسيس لحتى اعرف هل هو اليجيبل للستاتين، هل وصل ال 7.5%، وهل هو بطل اسمه مودريت ريسك بيشنت صار اسمه هاي ريسك بيشنت ولا لا. فصار خلينا زي ما هون هلا شفنا حطينا ميل جندر عمره 50 سنه هاي هو الريسك فاكتور، وسموكر هاي انذر ريسك فاكتور. بقية البارامتر الاتش دي ال كوليسترول خليناه طبيعي، السيستوليك بلد بريشر خليناها طبيعية، ما عنده دايابيتس، لكن رفعت التوتال كوليسترول. ولاحظوا انه التوتال كوليسترول هو ما كان من الريسك فاكتورز اللي موجودة بالميجر ريسك فاكتور تو ديفلوب اثيروسكليروسيس، رفعتها اكثر من 200 حطيتها 250. ليتس كالكوليت. قال لي انه الريسك تو ديفلوب اثيروسكليروسيس within the next 10 years هو 11.1، هو أكثر من 7.5%، فأكيد المريض إليجيبل إنه ياخذ ستاتين، لكن ما وصل ال 20% اللي بتحوله من مودريت ريسك إلى هاي ريسك، فمعناته هو اسمه مودريت ريسك بيشنت لكن هو إليجيبل للستاتين. لاحظوا بيقولوا لكم إنه هذا البيشنت لو أنا عملت أوبتمايزيشن للريسك فاكتورز الموديفايبل اللي عنده، أنا بقدر أقلل الريسك من 11.1 ل 2.1، وبالتالي ما يحتاج إنه يستخدم. لو أنا رجعت باك للإكويجن، لو عملت موديفيكيشن للموديفايبل فاكتورز، يعني طبعا الجندر ما بقدر اعمل عليه موديفيكيشن، ولا الايج ولا الاثنيسيتي الريس اللي هو الوايت كوكيجين، لكن انا بقدر اعمل موديفيكيشن على التوتال كوليسترول باي لايف ستايل موديفيكيشن. نفرض انه احنا حسناه وخليناه انه عمل لايف ستايل موديفيكيشن ونزل تحت ال 200 صار 180 عنده. سيستوليك بلاد بريشر عنده طبيعي، بس خلينا شوي نقلله، يعني نقول صار 110، خلينا يوقف تدخين، هذا موديفايبل اوكي. واش دي قال اما بنخليها او بنرفعها، ممكن انه نرفعها شوي تصير 45. انا ايش هلا عملت؟ قدرت اني اعمل كنترول واعمل امبروفمنت بالموديفايبل ريسك فاكتور. ليتس كالكوليت بدون ما اغير النون موديفايبل ريسك فاكتور. ليتس كالكوليت ونقارن الريسك الجديد، بالاول كان 11.1، خلينا نشوف هلا شو راح يصير لما انا عملت موديفيكيشن للموديفايبل ريسك فاكتورز. قدرت اقلل الريسك من 11.1 ل 2.6 واقربه من الاوبتيمال ريسك لو انا فعلا عملت اوبتمايزيشن لكل شيء بشكل يعني اوبتيمال. فلاحظوا انه كيف الكنترول لللايف ستايل موديفيكيشنز ممكن انه يحسن من الريسك فاكتور. طب خلينا نعمل اكزاجوريشن شوي لهاي التفاصيل. شوفوا كيف على نفس المعطيات اللي انا اعطيتكم اياها، لو غيرت من ميل بدي شوي أكتر المشاكل عنده لهالمريض. 45 120، خليه يدخن بس مرة ثانية بدي أعمل كالكوليت. 10.4 خليني هلأ هاي ال 10.4 أقارنها لو بدي أغير الجندر فقط من ميل إلى فيميل، شوفوا شو بيصير الريسك نزل من 10.4 ل 5.4، معناته الجندر itself الميل جندر بالذات is a major risk factor for development of atherosclerosis. شوفوا لو رجعته ميل لكن حولته من وايت إلى African American، عملت له calculate، لاحظوا إنه طبعا هو إحنا ناسي إحنا شو حطينا شو كان أصلا، يعني لاحظوا إنه ارتفع لأنه African American إنه عم بيزيد الريسك to develop atherosclerosis. ناس الرقم اللي كان معنا، خلينا نزيد الكوليسترول نشوف شو رح يصير. لاحظوا انه زاد صار 9.3. خلينا نقلل ال HDL حطه مثلا 35، صار 10% عم بيزيد الريسك. خلينا نزيد السيستوليك بلاد بريشر نقول 140، ونقول انه المريض كمان بياخذ ادويه لعلاج البلد بريشر، نعمل له كالكوليت صار واحد. شوفوا قديش نط مع البلد بريشر 21.1، بطل اسمه هاي ريسك، صار اصلا خلص المريض صار عنده مالتيبل ميجر ريسك فاكتورز اصلا، يعني صار باي ديفينيشن اسمه هاي ريسك بيشنت. ليش؟ لانه انا قايله انه سموكر هاي ون ريسك فاكتور، وقايله انه ضغطه 140 هاي انذر ريسك فاكتور، وقايله انه ماله عمره 50 سنه هذا الثيرد فاكتور، وقايله انه عند الاج ال تحت ال 40 هاي اربعه ريسك فاكتور، واحنا حكينا بغياب الدايابيتس وبغياب الاثيروسكليروسيس اذا عندنا ثلاثه ميجر ريسك فاكتور فما اكثر فالمريض اسمه هاي ريسك بيشنت، يعني باي ديفينيشن هو اسمه هاي ريسك بيشنت، واصلا ما في داعي اني احسب له، حتى لو حسبت له
طلع معي كمان 20%، وحتى لو حسبت له وطلع تحت ال 20% بيضلوا اسمه high risk patient. ليش؟ لأنه عنده 3 or more major risk factor to develop atherosclerosis. الهدف من كل هذا الحكي اللي أنا بحكي لكم إياه إنه شوفوا كيف ال deterioration of risk factors ممكن يزيد الريسك to develop atherosclerosis within the next 10 years، وكيف لو أنا فعلا عملت good control على modifiable risk factors ممكن أقلل الريسك to develop atherosclerosis within the next 10 years. واضحة الأمور؟ واضحة دكتورة. دكتورة واضحة. طيب نرجع للمحاضرة، نرجع لهون. فإحنا عرفنا معناته الريسك كالكوليشن هو ريكوايرد لمين؟ فقط للناس اللي عندهم 2 ميجر ريسك فاكتورز. ما في داعي أحسب للهاي ريسك بيشنت، باي ديفينيشن they are high risk patient. ما في داعي أحسب للفري هاي ريسك بيشنت، باي ديفينيشن هم فري هاي ريسك بيشنت. هلأ بدنا نشوف اللو ريسك بيشنت. اللو ريسك بيشنت طبعا هم الناس اللي ما عندهم لا ديابيتس ولا أثيروسكليروسيس ولا أي ديزيزز ولا عندهم هايبرتنشن، ولكن عندهم ممكن ماكسيمم بأسوأ الأحوال 1 ريسك فاكتور تو ديفلوب أثيروسكليروسيس، يعني إما ميل، يعني ميل جندر فوق ال 45 أو فيميل جندر فوق ال 55 أو الاتش دي ال واطي أو بتدخن أو الضغط وصل 140 على 90. يعني ممكن يكون الهايبرتنشن لحاله بغياب أي أنذر ريسك فاكتور يكون لو ريسك بيشنت إذا كان البيشنت صغير بالعمر وما عنده أذر ريسك فاكتورز. فاللو ريسك بيشنت there is no need also to calculate الريسك to develop atherosclerosis in the future. ليش؟ لأنه they don't need by definition they are low risk patient. فهذا الجدول كتير مهم يا جماعة، كتير مهم إنه نحفظه ونعرفه ونفهمه. أنا شرحته بس بدي أرجع أعيد عليه. تصنيف إن very high risk patient, high risk, moderate risk, low risk. مين هم الفري هاي ريسك بيشنت؟ هم الناس اللي عندهم كلينيكال اثيروسكليروتيك كاريوفاسكولار ديزيز، يعني عندهم ام اي او اكيوت كورونري سيندروم او عملوا كورونري انترفنشن او ريفاسكولاريزيشن بروسيجر لانه عندهم كورونري ارتري ديزيز، عندهم ترانزيت اسكيميك اتاك او اسكيميك ستروك، عندهم بيريفيرال ارتري ديزيز، عندهم اثيروسكليروسيس بالكاروتيد ارتري بالاورتا بالبيريفيرال ارتري ديزيز، عندهم اثيروسكليروسيس باي نوع من انواعه، او الناس اللي عندهم diabetes type 1 أو type 2 بوجود signs of end organ damage أو 2 or more major risk factor of atherosclerosis. هدول ال patient اسمهم very high risk patient. ال LDL goal زي ما حكينا لازم يكون أقل من 70، وال non-HDL goal نضيف عليه 30 بيصير أقل من 100. When to start drug therapy لهدول المرضى؟ لما بيكون المريض عنده ال LDL 70 فما أكتر أو ال non-HDL goal 100 فما أكتر we have to start the drug therapy. طبعا انا بدي احكي لكم انه الناس اللي عندهم established atherosclerosis هلا by the current guidelines all of them should receive a statin regardless of their LDL. حتى لو كان ال LDL 50 بدي اعطي، هم فقط اللي عندهم atherosclerosis. لكن مرضى الديابيتس لا، لازم يوصلوا 70 فما اكثر اذا كانوا very high risk patient او 100 فما اكثر اذا كان high risk patient لحتى انه انا اعطيهم drug therapy. لكن اذا عنده established atherosclerosis غمضوا عيونكم واعرفوا انه لازم اعطي statin at any time. They have to receive statin indefinitely as long as they do have established atherosclerosis. تمام؟ هلا ال high risk patient هم الناس اللي إما عندهم 3 major atherosclerotic risk factors بغياب ال atherosclerosis وبغياب ال diabetes، أو عندهم diabetes type 1 أو type 2 بس ما عندهم evidence of end organ damage وما عندهم risk factors أو عندهم just one risk factor. هدول اسمهم high risk patient. ال LDL goal لهم أقل من 100 وال non-HDL goal أقل من 130. When to start the drug therapy على ال LDL goal، إذا كان ال LDL 100 فما أكتر بعطي statin، أو ال non-HDL goal 130 فما أكتر بعطي statin. روح نحكي هلأ طبعا إحنا صح ما كملناش ال high risk patient مين هم. حكينا DM with no risk factors أو عنده 3 major risk factors of atherosclerosis أو عنده chronic kidney disease stage 3 or 4 أو عنده ال LDL أكتر من 190 أو هو moderate risk patient بس لما حسبت له طلع 20% الريسك، فمعناته بطل اسمه moderate صار اسمه 20 صار اسمه high، فبنقدر نحكي إنه high risk patient. المودريت ريسك بيشنت هم الناس اللي لا عندهم diabetes ولا CKD ولا atherosclerosis لكن عندهم 2 major risk factor of atherosclerosis. نعملهم quantitative risk scoring وبناء عليه بنقرر إنه هل هو high risk ولا هو moderate risk، هل بحاجة إلى statin ولا لا. طبعا في طريقه ثانيه اني اعرف هل هو بحاجه الى دواء ولا لا، انه احنا حكينا ال LDL goal لكل البيشنت عدا الفري هاي ريسك بيشنت لازم يكون اقل من 100 والنن LDL اقل من 130. لكن وين تو ستارت دراج ثيرابي على المودريت ريسك بيشنت؟ اما اذا حسبت لهم وطلع معي الريسك 7.5% فما اكثر، او
LDL وصل 130 فما أكثر، أو النن HDL وصل 160 فما أكثر، بضيف statin ل control يعني الهايبرليبيديميا. Low risk patients هم الناس اللي عندهم 0 or 1 major risk factor. There is no need to calculate الريسك لإلهم لأنه ما عندهم أصلاً underlying diseases زي الأثيروسكليروسيس ديابيتس CKD ولا عندهم multiple major risk factors. هدول الناس أكيد الـ LDL goal أقل من 100 والنن HDL goal أقل من 130، لكن إمتى بضيف الدواء؟ لاحظوا بضيف الدواء على الـ LDL اللي بيكون 160 فما أكثر، أو النن HDL goal على 190 فما أكثر. يعني معنى آخر، كل الناس اللي high risk والmoderate risk واللow risk الـ LDL goal إلهم أقل من 100 والنن HDL goal أقل من 130. لكن when to start drug therapy بالhigh risk لما يكون الـ LDL 100 فما أكثر، بالmoderate risk لما بيكون الـ LDL 130 فما أكثر، وباللو risk لما بيكون 160 فما أكثر، يعني كل مرة بزيد 30 سواء على LDL أو على النن HDL. أما بالنسبة للـ very high risk patient، إذا كان عندهم atherosclerosis go ahead and give them statin directly without looking على الـ goals. وبالنسبة للديابيتس بليتس patient اللي عندهم 2 or more major risk factors، إذا وصلوا LDL 70 فما أكثر أو نن HDL 100 فما أكثر، بدي أعطي drug therapy اللي هو الستاتين. واضحة الأمور؟ بدي أخلص هون، أو خلينا بس نحكي عن واضحة دكتورة، نحكي عن الميتابوليك سيندروم بس. هلأ في مرات ناس بيكون عندهم سيندروم اسمها ميتابوليك سيندروم، ما بيكون عندهم diseases معينة، لكن هم يعني عندهم group of criteria together ممكن تزيد الريسك of thrombosis and development of atherosclerosis، اللي هم الناس اللي عندهم metabolic syndrome. Metabolic syndrome هو syndrome بتزيد الريسك of thrombosis. It's a prothrombotic state أو prothrombotic syndrome، بتزيد الريسك of diabetes by 2 times وريسك of atherosclerosis by 4 times. هدول الناس بيكون عندهم ال HDL واطي، triglyceride عالي فوق 150، ال HDL تحت 40 أو تحت 50 عند الرجال والنساء، ال LDL فوق 100، ممكن يكون البلد بريشر شوي طالع بس ما بوصلش ستيجته يعني فوق 130 على 80. هدول الناس اذا توفرت 3 من الكرايتيريا اللي حكيتهم، او الويست سيركمفرنس كان اكثر من 89 سنتي عند النساء واكثر من 101 عند الرجال، بيكون انه اذا توفر 3 من اللي حكيتهم بيكون المريض عنده ميتابوليك سيندروم. والميتابوليك سيندروم هو من الفاكتورز اللي بيزيد الريسك اوف اثيروسكليروسيس. هدول الناس كتير مهم انه نهتم الثيرابيوتيك لايف ستايل لحتى نعمل كنترول على الميتابوليك سيندروم، ونهتم كمان بشيء اسمه النون اتش دي ال جول. يعني النون اتش دي ال جول بيعبر لي عن الباد كوليسترول اللي هو موجود بالميتابوليك سيندروم. النون اتش دي ال جول از فيري امبورتنت تو بي اسيست عند الميتابوليك سيندروم بيشنت بالاضافه للال دي ال. يعني مش اذا لقيت الال دي ال طبيعي دغري اقول خلاص الامور تمام، لا، لازم احسب كمان النون اتش دي ال جول تو جايد مي بالذات بالميتابوليك سيندروم. ورح الكرايتيريا موجوده اصلا بالاسكيميك هارت ديزيز بالشابتر الجاي، يعني موجوده بجدول لحتى نعيد نحكيها، لكن نعرف انه هو سيندروم اسوشييتد وذ ثرومبوسيس. بنوقف هون، مره الجايه ان شاء الله بنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله، بلكي خلصنا الهايبرليبيديميا. في حدا عنده اي سؤال؟ صبايا عندكم اي اسئله؟ طيب إذا هيك منخلص المحاضرة، يعطيكم العافية.